أحضرت لك فنجاناً من الكاكاو. محسن؟ أوه، لا، لم يأكل الخبز المحمص بالبيض. أوه، لابد أنه خرج من هنا. أوه، ذلك الصبي. مشمش، ماذا تفعل في هذا المكان؟ هيا تعال. والآن أين وديع؟ لا تقلق يا وديع، محسن قادم إليك. لا أرى أي خراف هنا. محسن، لكني أسمع صوت ليلى. محسن، النجدة، ولدي اختفى. أتعتقدين أنه ذهب ليبحث عن وديع؟ أوه، محسن يحبه. لا تخافي ليلى. أنا متأكد من أن أيمن وأماني سوف يجدانه، وسأبقى لأسليك. أوه، شكرا يا تامر، لكن محسن يحتاج إلي، سأأتي معكما. حسنا ليلى، لكن يجب أن ترتدي سترة النجاة. من أماني لا سامي، أحتاج إلى مساعدتك لأن محسن غانم وسط الفيضان، أعتقد أنه قرب الحقول. حسناً، سأبقى هنا إذن. استمر في البحث عن مشمش لو سمحت. سأفعل يا سميحة، أجل سأفعل. حسناً، الجميع على القارب. أفسح مكاناً يا مشمش، سأخذك قريباً إلى مكان آمن. والآن لا تتحركي من مكانك. النجدة، النجدة، وديع، عاد، سقط صبياً عن القارب. هل نمسح هذه المنطقة ثانية سامي؟ لا داعي، انظر إلى الأسفل هناك. من سامي إلى أماني، محسن في الحقل الكبير، إنه في الماء، أسرعي قدر الإمكان. انتهت المشاكل أخيرا، سأعود إلى العمل. نعم، وحان الوقت لأقوم بأعمال البسيطة. النجدة، لقد علقت. محسن، شخص آخر في ورطة. النجدة، أمي، لا أستطيع تحريك قدمي أبداً. أوه، عجباً، ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف، يحتاج إلى دقائق ليجف. لا تقلق يا محسن، سوف أخرجك. محسن، غانم، متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي. أوه، لا أطلب إلا السكينة والهدوء. هذا صوت إنذار حريق، وذاك دخان ناجم عن حريق. متجري، سأتصل بفرقة الإطفاء. توقفي ليلى، يجب ألا تدخلي مبنى يحترق أبدا. سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك. هذا سيستغرق وقتا، سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة. سامي، مرحبا أيها الإطفائي سامي، كنت فقط آسف. يا فارس، حالة طارئة، سأعيد هناك. أنا لا أفهم، ظننت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم. هذه ليست طريقة لائقة يمضي بها رجل الإطفاء عطلته. لا وقت للشرح يا سيدي، هناك حريق في متجر ليلى. حريق، وأخيرا بدأ العمل. مهلاً، لم يقرع الجرس. سأجرب ركوب لوح التزلج. أوه، حمداً لله أنك عدت سامي. مذهل،
انظروا إلى كل ذلك الدخان. رائحة العطر كرائحة المروج. أيمن، اقطع الكهرباء عن المتجر. حسناً سامي. من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق. هيا أسرع يا فهد، أين أنت الآن؟ ربما سأبدأ دونه، أظن أنه سيأتي بعد قليل. المكان رائع لإطلاقها، أليس كذلك؟ ربما لا يوجد أحد هنا، فقط أنا وأنت وهذه العصا. متأكد من أنها ليست خطرة؟ فاتن، أنت تتكلمين كأمي، كيف ستكون خطرة إن كانت من أجل إنقاذ الناس؟ محق؟ ماذا؟ ربما علقت. لقد علقت فعلا. سأبقى هادئة، كل ما علي فعله هو الاتصال بفهد. حسناً أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل. النجدة! النجدة! ليساعدني أحد! كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر. هيا يا فاتن، افعليها. لا، لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة. لأنني لا أستطيع أن أطلقها أم محسن، بل لأنني لا أريد، يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة. النجدة! اسمع، هناك من يصرخ. النجدة! لقد علق. الصوت قادم من الجرف، هيا بنا. النجدة! النجدة! إنها أماني. حمدا لله أنكما هنا، لقد علق. على أحدنا أن يطلب المساعدة. انتظري لحظة، ماذا تحملين بيدك؟ عصا استغاثة. ماذا؟ يجب ألا تلعبي بها. لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفائي سامي. أحسنتي، ولكني بحاجة إليها الآن. فاتن، أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسناً. رمية رائعة يا فاتن. واو! عجباً، ما هذا؟ أين ذهبت العصا؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف، سأتصل بالإطفائي سامي. نور استغاثة انطلق من الجرف. أماني المسكينة، هل أنت بخير أماني؟ أنا بخير، مجرد عطس. آسفة أيها القط. شكراً شكراً. لا مشكلة. تبدين متعبة جداً أماني، اذهبي وارتاحي. إنها عطلة سامي ويحتاجون إلي في القسم، إنه مجرد عطس بسيط. هيا يا أيمن، هيا لنعد. انتهت الأزمة، الآن من يريد صيد السمك معي؟ أنا يا أبي. نعم أرجوك. مهلا، علينا التخلص من هذه النفايات بشكل مناسب. ها هي. شكرا. هل الجميع مستعد؟ ما ذاك الدخان يا أبي؟ هل تأكدت من أنك أطفأت الفحم جيداً يا عزيزي؟ سلة مهملات احترقت في مطعم السمكة الذهبية. حالة طارئة أخرى. من المؤسف أنني في عطلة، ولكن يجب أن أنهي هذا الحفر.
أعتذر عن طلبكم ثانية. لا مشكلة. توجد صينية شواء هنا، لكني سكبت دلو ماء فوقها لأطفئها. من الأفضل دائما أن تتحقق من إطفائها على سبيل الاحتياط. أيمن، حالما تعود إلى قسم الإطفاء قدم لأماني العصير الساخن بالعسل لو سمحت. فكرة جيدة سميحة. البحر خال يا أبي، لم نصطاد سمكة واحدة حتى. دعونا نغير المكان. هاي، لقد اصطدت شيئا. يبدو أنه صيد كبير. لنسحب معا. هيا. مرحبا فتحي، صاروخك يبدو مدهشا جدا. نعم، إنه جميل يا أيمن. توقفي. شكرا سامي. من المستحسن في المرة القادمة أن ترفع مكبح اليد يا فتحي. هذا سيفي بالغرض. أنهيت رسم الملصقات الإعلانية يا محسن، إنها لإطلاق صاروخك، انظر. رائع، والآن اذهب وألصقها في كل أنحاء البلدة، على الجميع أن يروا صاروخي الجديد. حسناً، أنقر قمة الصاروخ برفق لتأخذ مكانها. أنا عبقري. عندما يصعد الصاروخ إلى الأعلى يكون مذهلاً، لكن ماذا سيحدث عندما يهبط؟ سيهبط في أي مكان؟ لا تقلق يا ليلى، لصاروخ فتح مظلة تساعده على الهبوط، لقد فكر في كل شيء تماماً. ظننت أن فتحي من سيطلق صاروخاً وليس محسن. لا يا أبي، صنع محسن صاروخاً أيضاً، وهو أكبر من صاروخ فتحي بكثير. أكبر؟ لن أفوت ذلك. وأنا سآتي. إلى اللقاء. فارس، لماذا تضع ملصقات على نوافذ نظيفة؟ إنه ملصق إعلاني لإطلاق صاروخ محسن. لقد أصيبت هذه البلدة بحمى الصواريخ. قف مكانك محسن، لن أسمح لك بإطلاق الصواريخ شئت أم أبيت. هذا مؤسف يا أمي، لأنني أردت حقا أن تضغطي أنت زر الإطلاق لصاروخ الجديد. زر الإطلاق؟ هذا صحيح، ستكونين كملكة تطلق سفينة. هذا رائع. هي له من شرف. لا أفهم لماذا لم يأتي أحد إلى هنا، ظننت أنهم سيرغبون في رؤية صاروخي وهو يحلق في السماء. ربما نستطيع الانتظار قليلا. لا يمكننا الانتظار طويلا يا أيمن، فجوبيتر وفينوس وهنا مع سيارة الإسعاف هنا. ماذا إن وقعت حالة طارئة في مكان آخر؟ لا تقلق يا أبي، متأكدة من أنهم سيكونون هنا قريبا. ليس كبيرا بقدر ما كنت أتوقع. بأي حال تراجعوا جميعا. هيا يا أمي، اضغطي هذا الزر. سأسمي هذا الصاروخ الجديد صاروخ مدينة الأحلام الأول إطلاقا سعيدا. كدت أدهسهما. أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخاروخين. ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول. شمشوم يريد منا أن نتبعه. سآخذ سيارة الإسعاف، ربما تأذيا. يا
تلك شاحنة فتح. أحسنت صنعا يا شمشو، لقد فعلتها. فتحي، هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا، لا أستطيع الخروج فقط، باب مقعد الراكب عالق. أوه فتحي. حسنا، تراجعوا جميعا إلى الخلف. أماني، مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء. سنضطر لخلع الباب لنحررك يا فتحي. أماني، أحضري أداة الخلع. كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان. نعم، كنت أحاول جمعهما في حظيرتهما بشمشوم، صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كلب راعي. أعلم. هيا فتحي، أعطني يدك. شكرا سامي، يا للهول. ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل. سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين. الآن أنباء جيدة، السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن. شمشوم أحسن صنعا، إنه بطل. قال سامي شيئا عن خروفين هاربين. سيدي الفواق، لقد انتهى. قال فتحي يعالج بالخوف. سامي، لست متأكدا من أني أستطيع فعل هذا. سيد أيمن، أرى أنك تنفذ التدريب اليوم. أحسن، لكنني. لا تقلق يا أيمن، ستكون بخير. نعم، ما عليك إلا أن ترفع إبهامك مشيرا إلى فهد وستنطلق عندها. ماذا؟ هكذا؟ كنت أجرب فقط. ألا تستطيع أن تجعلها أكثر إثارة؟ بدأت أصاب بالدوار. أحب أن أجعلها تطير هكذا. بإمكانك أن تنفذ بعض الحركات البهلوانية، دعني أريك. توقف، راقب هذا. ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا؟ هذا صحيح، وطائرة المحطمة. لا مشكلة، نستطيع الصعود وإحضارها. لا يا محسن، فالأغصان مرتفعة كثيرا. ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب. إن كومت هذه الجذوع فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض. هل هذا آمن؟ بالتأكيد، وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماما. سأصعد وأساعدك. المكان مرتفع جدا. لما أصغي إليك دائما رغم أنني أعرف ماذا سيحدث؟ لا أستطيع النظر. أيمن، لا يمكنك إنقاذ دولي إن كنت لا تنظر إلى الأسفل. أبعد يديك عن عينيك يا أيمن، فأنت تبدو مضحكا جدا. لا أريد أن أنزل. النجدة، النجدة، لا جدوى من هذا الصراخ، ففهد ليس في مركز الإنقاذ. أستطيع أن أرى مروحيته في قسم الإطفاء هناك. أعلم. عرفت، خطرت لي فكرة. لا يا محسن، سئمت من أفكارك الرائعة، لذا سأنفذ فكرتي أنا هذه المرة. أسرع إذن، فيداي تؤلمانني كثيرا. سأرسل رسالة استغاثة إلى مدينة الأحلام بطائرتي هذه. لا يسمح لك بجعل الطائرة تطير في مدينة الأحلام. لكنها حالة طارئة وضرورية يا محسن. النجدة، أنزلوني. لا أريد. محسن وفاتن لم يبقيا هنا، لكننا سنبقى. لن أتقدم خطوة. حسنا، لنرتاح هنا قليلا. ظننت أنكم متقدمون علينا. وكذلك نحن، لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه، آسفة سامي،
سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً. حسناً، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش، كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جرياً. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير، ستجد الكثير ليلى. في متجر الصغير ستجد غبية. غشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتحي، يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كل أخيارهم متقاربون جداً، سينتهي السباق بالتعادل. مهلاً، لا 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 أصدق، سامي وليلى آلة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحا، يا له من سباق جميل. أحسنتما، أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سيدي. محسن غانم علق في البئر. حسناً، هناك صبي في البئر المجاور لطريق الوادي. بسرعة يا سامي، ربما ينقصه الطعام. لن نستخدم السلم للنزول إلى البئر، لا يزال في أعلى برج التدريب، وإحضاره سيستغرق وقتاً. إذن عليك الانزلاق لأسفل البئر يا سامي. حظاً طيباً. يا محسن كي تحافظ على قوتك. شكرا يا أمي. نكاد نصل يا أماني. إنه سامي، لقد جاء. أخرج يا سامي، قل إنك ستفعل. بالطبع سأفعل يا ليلى. حسنا يا أماني، أربط الحبل إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن. حسنا يا محسن، اهدأ، سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك. حسناً يا سامي. كن حذراً سامي. أوه، أليس شجاعاً؟ لقد أوقعت كل نقودي. لا تبالي بذلك يا محسن. محسن، ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي، لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة تزلج. سمعت أن البئر مليئة بالنقود، ففكرت في استخدامها لشراء واحد. أنت عديم الصبر يا محسن غانم. أعلم، آسف. كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة تزلجي، ولهذا اشتريت لك هذا. شكرا يا تامر. ولكن محسن، هناك شرط واحد، اللعب ممنوع وخصوصا التزلج داخل متجر أمك. لن أفعل، أعدك. يمكنك فعل ذلك يا أيمن، هيا تشجع. أنا أتعلم
وأنظر إلى الأرض، سأهبط بالطول وبالعرض. أخيرا أحسنت صنعا يا أيمن. بقي شخص واحد عليه الانزلاق. كلب ينزلق؟ هذا لا يصدق. ليس شمشوم وإنما أنت. أنا؟ أفي الأعلى؟ لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري. هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولدي محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير. ستجد الكثير في متجر صغير. ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما. حسنا، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش. كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير ليلة. في متجر الصغير ستجد غبية. الشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتح يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كل وقت أنفعهم متقاربون جداً، سينتهي السباق بالتعادل. ما الآن؟ لا 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 أصدق، سامي وليلى آلة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحا. يا له من سباق جميل. أحسنتما، أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سامي. أهلا، اركبي يا فاتن. هي رائع. كنت محقا يا محسن، قلت إني ماذا؟ انظر هناك. نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة. إنها حالة طارئة، حريق مشتعل في كل مكان، لكن لا تخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ. هذا مذهل ومثير. تحرك يا فارس لنقترب أكثر. اسكت، لا أستطيع التحرك. سيحتاجون إلى مساعدة جوية. إنه فهد في مروحيته. أمسكت بك يا فارس. النجدة، النجدة، النجدة. النجدة. انظر سيدي.
حالة طارئة، صبيان عالقان على السقف. يبدو أنهما في ورطة. أيمن، يجب أن نستخدم سلم جوبيتر. إنه ولدي محسن وولدي فارس. حسناً، سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكونا. سيداتي وسادتي، وها هو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي. ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس. آسف، كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك. أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ. الآن فهمت، السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية. أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير. نعم، لقد شوه شمشوم فردة الحذاء حقاً، أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي. حذائي؟ استخدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن، لا، لقد علقت النجدة. هيا اسحباني، ساعداني، هيا بسرعة. المشكلة في أذني، إنهما أكبر من أذني. هذا سخيف، نحتاج إلى المساعدة. كان يوما سيئا من الصبح حتى الغروب. قطعت المشط، فقدت القط، ثم أصبت بالكسور. ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قضبان السياج. سامي وأماني لم يعودا، وأنا الوحيد هنا، لا أستطيع فعل شيء. أو ربما أستطيع، هناك شخص في ورطة، يجب أن أفعل شيئا. نينا 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 نينا، انظري، إنه أيمن. أيمن، أداء الواجب، أنا مستعد وقوي. لا مشكلة، سأخرجكما. تامر، أحضر لي جهاز الخلع، إنه في مؤخرة السيارة. على الفور. النساء والأطفال أولاً. ولدي الحبيب، أنت بأمان. أريد منك الآن أن تحررني من أمي. أحسنت أيمن، ولكن لنبقي الأمر سرا بيننا من فضلك. حاضر يا رئيس قسم الإطفاء. هل كل شيء بخير؟ نعم، كل شيء بخير، والفضل لأيمن. إنه بطل يا سامي، يا له من رجل إطفاء. الإطفائي أيمن دائما مستعد وقوي يا سامي، حتى بساق مكسورة. شكرا لكم، أمضيت وقتا في التخطيط له، ويشرفني القول. أبي، كومة الأسميدة. لا تقاطعيني فاتن، يشرفني القول إن كل عمل الجاد هو. أبي، انظر إنها تحترق. أنا لا أصدق هذا. اتصلوا بالإطفائي سامي. الأسمدة تحترق في منزل فتحي. أحد إلا أنا وأنت، الآخران ذهبا إلى عرض الورود. نحن ذاهبان إلى هناك أيضا.
هيا تراجعوا جميعا، اتركوا الأمر للمحترفين. سامي وأماني في طريقهما إلينا. إنهما قادمان. لكما يا سامي وأماني، لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة، لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائما حتى تبرد. فتحي؟ نعم صحيح، فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع، كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف. لكن كيف بدأ الحريق وحده؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة، الأسمدة كانت حارة جدا أصلا، وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق. أعتذر من الجميع، أردت لهذا العرض أن يكون ناجحا، والآن أفسدت كل شيء. لا أبي، لم تفعل. ابنتي. لا لا. من فهد إلى الإطفائي سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد. حددت موقع الحافلة، إنها عند المعبر. يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق. المكان موحل جدا هناك. شكرا يا فهد، نحن في طريقنا. آمل أن يكون الجميع في الحافلة، يمكن للمرء أن يضيع بسهولة. نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار، فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً، مروحية فهد. هنا، أنا هنا، أرجوك. لا يعلم بأنني تهت. محسن، هل تحاول إخافتي؟ هل الجميع بخير؟ سامي، الآن فقط أشعر بالاطمئنان. حسناً، سوف نعيدكم إلى الطريق. أين تامر؟ يطلب المساعدة، يا لشجاعته. ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به. لا توجد تغطية، قد يكون في أي مكان. أيمن، أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد. حاضر سامي. فهد، أنا سامي، السيد تامر في مكان ما، سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده. لا تقلق سامي، أحتاج إلى شخص آخر معي. لا تقلق، اعتمد علي. حسناً سامي، جاهزون. للأسف ليس لدينا سائق. لدي كلب، كلب كبير أترى. ماذا؟ شواء تامر أشعل نارا في شجرة في الغابة. حريق في منطقة التنزه، أرجو أن تكونوا جميعاً قد انتبهتم لدرسي هذا الصباح. حسناً يا أيمن، يبدو أنك ستأكل السجق في وقت أبكر مما ظننت. آمل أن يكون قد تبقى منه شيء. سنحتاج إلى خرطومين لإطفاء هذا الحريق. حسناً سامي. والآن يا أيمن، افتح الماء. أه؟
عدة من قوارير الغاز قد تنفجر في أي لحظة. أحسنت لأنك رأيتها. هيا أبق الجميع بعيدا بينما نسيطر على الحريق يا أيمن. حاضر سامي، هيا تراجعوا جميعا من هنا. أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفئ ما تبقى من الحريق. لا تقلق سامي، استمري. انتهيت، انطفأ الحريق. هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفائي سامي؟ آسف يا محسن، فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً. علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي. سأخذ ما تبقى من القريدس. لكني أشعر بالجوع الشديد، حتى أنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس. ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة، وربما تقلل من كمية الفحم تلك. أنت محق يا سامي. إنها غلطتي أيضاً يا تامر، فقد كنت أتباهى قليلاً. الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس. مهلاً، برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما. مشمش محاصر في قبو مليء بالماء، وفتحي معه هناك أيضاً. أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذي على الفور. يبدو أن القفل تعطل. أماني محقة، لا أستطيع تحريكه أيضاً، لكني سأستخدم الفأس. لا 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 لا، لا تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولاً. هيا تحركوا بسرعة. إن كنت متأكداً يا سيدي فهيا إذن لنذهب. قم موفقاً. أمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي. لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير. اتبعاني. حسن، إنه في الداخل صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي. فهمت يا سامي، اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً. يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المضخة أولاً. كل شيء في وقته. أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش. فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي. أمسك ذراعي يا فتحي. أحسنت سامي. أوه مشمش، أنت بأمان. بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة. ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورطت في هذه الفوضى. لا تقلق، على الأقل أنت بأمان. نعم، شكراً جزيلاً لك يا سامي. هيا فتحي، لنذهب ونغني أغنيتنا. مهلاً يا أيمن، كل شيء في وقته، أليس كذلك؟ نعم، كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي. أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج. وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة، وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي. رائع يا فتحي، رائع. نحن نتراشق منك. مرحبا يا فهد. تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً، أعني حريقاً كبيراً جداً. حسناً، هكذا؟ هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ اخرجوا، حريق، هيا اخرجوا. هذه هي. ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزلق على العمود إذا شئت. فكرة ممتازة ورائعة. Thank you.
حان الوقت يا فاتن. أطلق الحبل الآن. ودعنا أيها الحب الصغير. شكرا يا فهد. أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير وقد أصبح في مكانه الصحيح. لا مشكلة يا فاتن. حسناً يا فاتن، لنعد إلى منزلي لنرى من اصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية، وكأننا لا نعرف سلفاً. ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن. وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي، عدي إلى منزلك. الماء يبدو هادئاً، ولكن من السهل الانجراف عميقاً في البحر إن لم نكن حذرين. سأتصل بالإطفائي سامي. أحسنت يا مشمش. وداعاً يا شطيرتي. فارس ومحسن تائهاني في البحر. بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر. يبدو أنه عمل المروحيات. من المستحسن أن يخرج فهد في مروحيته حالا يا سيدي. دع الأمر لي سامي. يمكنك القدوم يا مشمش. لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن. وقراري أن نجدف نحو الشاطئ. لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ. ربما أبحرنا بعيداً عن اليابسة. آمل أن يكونا بخير. إن كانا في البحر سيجدهما سامي. ليس لدينا طعام ولا ماء. ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاء اهدأ يا محسن. لابد أنهم يبحثون عنا. لكن المحيط مكان كبير جدا، وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة. هنا. أخبار رائعة سامي، لقد رأيتهما. لا أعرف كيف وصلا إلى هنا. سننضم إليك قريبا. شكرا يا فهد. انتهى. أنا آسف يا سامي. نمنا في القارب. مذهل. رائعا للتزحلق. أرأيتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً. سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم. سأكون الأولى. أريد أن أكون الأول. رجاءً اسمح لي. أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا. حقاً؟ بالتأكيد، قائد الرواد الجيد ينطلق أولاً دائماً. أنت لست خائفاً أليس كذلك؟ إن كنت خائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد. لا محسن، سأفعل ذلك. اهدأ يا تامر، أنت لا تخاف المرتفعات. يمكنك فعل هذا يا فتى. يجب أن لا أخذل الأطفال، فقط صل سلك الأمان. حسناً، ها أنا ذا. 1 2 3. النجدة لقد علقت، انزلوني. هذه فعلتك وغلطتك انت
محسن. سأهرعه إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد، وهو سيتصل بالإطفائي. سامي تمسك يا تامر، سأحضر لك المساعدة. فهد لا، من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة. مرحبا الإطفائي سامي، الإطفائي سامي. من هذا؟ أنا محسن غانم. محسن غانم، ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا. ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسناً، نحن قادمون. لا أستطيع التمسك أكثر. لقد اتصلت بالإطفائي سامي وهو قادم. حسناً يا تامر، أفلت يديك وسيكون هبوطك آمناً. كان ذلك مدهشاً جداً. هل أنت بخير يا تامر؟ أظن ذلك. شقلبة ثلاثية رائعة، ما أروع فعل ذلك. ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر، أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة. وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبر أمي أن تطلب المساعدة. شادي، حمدا لله. ظننت أنني لن أرى اليابسة مجددا. انتبه، سوف تصطدم بنا. لا، عجلة القيادة تحطمت، لا أستطيع التحكم، العجلة لن تعمل. شادي، ماذا عن دفتك تلك؟ لا تزال هناك على الشاطئ، كلانا ننجرف في البحر. لا أحتمل هذا مطلقا. هناك حل واحد فقط، سأتصل بالإطفائي سامي. مشكلة في البحر؟ رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج. انتظرا، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي. عجبا، أتساءل إن كان سيقلع بطائرته. أنا وأماني سنأخذ فينوس وننقذ من في البحر. أيمن، خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي. حاضر سامي. رؤيتهم، هيا بنا. أخيرا، إنهما أماني وسامي. سأتولى أمر الزورق يا أماني، وأنا سوف أسحب قارب شادي. محسن، ارمي لي حبلا وسأربط الزورق بقارب شادي. حسنا يا سامي، وأنا سأربط قاربك بقاربي. سنكون عند الشاطئ قريباً. أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة. لا تقلق سيدي، سوف أنزلك بسرعة. لا، سوف أثبتها. سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، مجرد روتين يومي. أختبر الطائرة الورقية. أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بالتأكيد لا. إنها لي. لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي.